عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى استعراض لأهم ما كتبته الصحف لهذا اليوم. والبداية من مجلة فورين بوليسي، حيث كتب لينش مقالاً تحت عنوان البحث في الحرب الأهلية. جاء فيه: إن الحرب في سوريا ستدخل عامها الثالث، وما بدأ كانتفاضة سلمية تكور إلى حرب أهلية دموية يشعل وقودها طيف من التدخلات الخارجية على كل طرف. ويضيف أن الصراع في سوريا ليس أول حرب أهلية معقدة، والتي تمثل موضوعاً مهماً للبحث السياسي وبرامجه في الجامعات. ويحاول لينش قراءة الصراع في ضوء دراسات العلوم الاجتماعية والسياسية والحروب الأهلية، متسائلاً ماذا تقدم هذه الحرب لنظريات الحرب الأهلية والتمرد؟ ويقول الكاتب: إنه نظم ورشة عمل في جامعة جورج واشنطن ضمن مشروع الجامعة عن الشرق الأوسط، ودعا إليه عدداً من الباحثين في مجال الحرب الأهلية لكتابة دراسة عن الحالة السورية. ويقول: توقعت توفر عدد قليل منهم ولديهم استعداد للمشاركة، ولكن كل من وجهت إليه الدعوة قبلها، وقد انضم إلى هؤلاء باحثون متخصصون في سوريا بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين. وتتوفر نقاشات الآن على موقع المشروع، كما وتتزامن النقاشات مع لعبة السلام، أي الاختيار بين حل سلمي أو تدخل عسكري للحرب السورية التي تزداد قتامة كل يوم. وما يهم في النقاشات هي البحث في الأسباب التي تجعل من الحرب السورية عصية على الحل والدور الذي لعبه المجتمع الدولي في زيادتها. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد كتب علي إبراهيم مقالا تحت عنوان فرصة جنيف 2، قال فيه: السؤال الذي يجب أن يطرح مع إغلاق دفاتر العام الحالي واقتراب دخول الحرب السورية من عامها الرابع في مارس آذار المقبل مع كم خسائر هائل، هو: هل يتحمل الشعب السوري والمنطقة كلها عاماً آخر من الخراب والدمار؟ فضلاً عن الفظائع التي يزداد التفنن فيها يوماً بعد يوم. لم يكن أحد في الشهور أو حتى في السنة الأولى للأزمة يتصور أن تأخذ كل هذا الوقت، أو أن النظام سوف يوظفها طائفياً بهذا الشكل، وكانت كل المراهنات على سقوط سريع للنظام. والآن أصبح كثيرون يسلمون بأن هذه الحرب يمكن أن تستمر سنوات في ضوء عدم قدرة طرفيها على الحسم، ما لم يكن هناك تدخل دولي يساعد على فرض إرادة جديدة على الأرض ويمهد لعملية انتقالية تخرج البلاد من ورطتها. فهناك مسؤولية ليست أخلاقية فقط، ولكنها سياسية واستراتيجية على المجتمع الدولي في وضع حد لهذه الأزمة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وتهدد الأمن الإقليمي وحتى السلم الدولي بما تفرزه من مشكلات نراها في التقارير التي تتحدث عن تدفق المقاتلين أصحاب الفكر المتطرف من المنطقة ومن دول غربية، الذين يجدون في مثل هذه الأزمات فرصة لإيجاد موطئ قدم لهم ونشر أفكارهم، وبدلاً من أن يساعدوا على الحل يصبون الزيت على النار. ولا يوجد أحد يحبذ أو يرى أن التدخل الخارجي في أزمة داخل بلد معين هو الحل الأمثل، فدائماً يكون الأفضل أن تجد الأطراف الداخلية صيغة نابعة من واقعها تحل بها أزماتها. وفي الأزمة السورية التي أمامها أول فرصة حقيقية لرؤية ضوء في نهاية النفق في مؤتمر جنيف 2 المقبل في كانون الثاني يناير، يتعين على المجتمع الدولي ألا يترك الفرصة تضيع. ولا يمكن التعلل بأن الأطراف الداخلية سواء في المعارضة أو النظام هي المسؤولة، لأن اللاعبين الخارجيين لديهم أوراق ضغط حقيقية على الجانبين، ويمكنها إجبارهم على التعايش مع حل سياسي يؤمل دخول مرحلة انتقالية سياسية حقيقية. مشاهدينا الكرام، كتب فادي السعد مقالا في صحيفة العرب تحت عنوان هل يبقى بشار الأسد في الحكم؟ قال فيه: غاب الحديث عن البديل المتوقع لبشار الأسد عن الساحة الإعلامية المعنية بالثورة السورية،
ربما عن قصد، تجاهلا أو إهمالا، وربما كان الغياب مبعثه الخوف من طرح لا يوافق عليه السوريون. فالأسماء التي عرضت حتى الآن كلها أسماء مدنية، ابتداء من فاروق الشرع وانتهاء بحبيب عيسى التي سرب موقع كلنا شركاء خبرا عن احتمال كونه أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية العربية السورية. وفي نفس الاتجاه يذهب مدير المخابرات الأمريكية الأسبق مايكل هايدن إلى أن انتصار بشار الأسد في سوريا قد يكون الأفضل بين ثلاث سيناريوهات مرعبة جداً لا يتضمن أي منها انتصار المعارضة. وقال إن أحد الاحتمالات هو أن ينتصر الأسد، وقال يجب أن أقول لكم أنه في حال تحقق هذا الأمر وهو أمر مخيف أكثر مما يظهر. والغريب في كلام مدير المخابرات السابق أنه ينسجم مع ما يذهب إليه الروس في ظل غياب المعارضة السورية عن الاتفاق على بديل مناسب عن بشار الأسد، وهو ما يشجع الأمريكان والروس على سيناريوهين: الأول هو الضغط على المعارضة من أجل الاتفاق على الذهاب بوفد واحد إلى جنيف والدخول في مفاوضات تنتهي سريعاً بالاتفاق على الفترة الانتقالية بحيث تكون السلطة موزعة بين المعارضة وشخصيات من النظام لم تتلوث أيديهم بالدماء. من جهته النظام السوري لا يوفر الوقت، فهو يقاوم بكل ما يمكنه تأخير الحل في سوريا وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه مقابل تأدية كل الأثمان الممكنة، بداية بتسليم السلاح الكيماوي وانتهاء بوضع أسس لتقسيم ممكن لسوريا مقابل أن يبقى بشار في الحكم. فهل يبقى بشار في حال لم يوجد البديل المناسب والذي يرضي المجتمع السوري بكل أطيافه؟ هو سؤال في رسم الغيب. صحيفة الرأي فقد كتبت نوف أنور تحت عنوان بياض الثلج يطوق أطفال سوريا، قالت كل فجر يوم جديد في هذا البلد المقهور تعلنه صرخات الأرامل واليتامى، الأعراض تنتهك فيه وتذبح بدم بارد. أمل وانتظار من كل طفل سوري وطفلة سورية ينتظرون عودة النور بعد هذا الظلام الطويل. السوريون اليوم من مأساة إلى أخرى، فقد قرر البرد أن يفتك بحياتهم إلى جانب الرصاص والسكاكين التي استعملها النظام وأعوانه. البرد القارس ينهي حياة أطفال حديثي الولادة وأطفال في عمر الزهور، انهيار مخيمات تحت الثلج، والبرد القارس والأمطار الغزيرة تحل كل يوم ضيفا ثقيلا. صور مأساوية تنتشر عبر وسائل الإعلام وصفحات المواقع الاجتماعية تعبر عن مأساة مؤلمة. إن كان إعلامنا اهتم بتغطية مخيمات اللجوء السوري وظروف البرد القارس والموت شبه الأكيد، فإن ما يعانيه السوريون داخل سوريا يمكن تصنيفه تحت بند الموت البطيء. ويبقى الفارق ما بين الحالتين أن الأولى في خيمة والأخيرة تحت سقف وبين أربعة جدران. فالمدن السورية كلها تقريبا محرومة من الكهرباء معظم ساعات اليوم، وفي بعض المدن محرومة كليا عدا عن شبه انقطاع للوقود في المدن، وبالتالي صعوبة إيجاد وسيلة للتدفئة تساعد الأطفال والكبار على مقاومة الموت والبرد. وتضيف الكاتبة قلبي اليوم يعتصر ألماً وحزناً على أطفال تتوقف قلوبهم من برودة تحضن أجسادهم حتى الموت. أمسك بالقلم وأنا مجبرة على التعبير عن فرحة الأعياد والمناسبات واستقبالنا للعام الجديد وعن ملايين الدولارات التي ستدفع لاحتفالات الكريسماس والعام الجديد من مظاهر فرح وألعاب نارية ومفاجآت لم يتم الإفصاح عنها واحتفالات لأشهر المطربين العرب والغربيين تتجاوز تذاكرهم الآلاف. وختمت الكاتبة لنتكاتف مع الحملات التي تساهم في مساعدة أطفال سوريا من البرد القارس. لو كل إنسان خلع سترته التي تحميه من البرد وساهم بها قد ينقذ بهذه المساهمة البسيطة شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا من البرد القارس. أقلامنا لا تكفي لنعبر عن مأساة السوريين والأطفال
بل أفعالنا يجب أن تتكلم أمام هذا البياض الذي يطوق أطفال سوريا. مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى صحيفة الحياة اللندنية التي نشرت مقالا تحت عنوان أصيبوا في سوريا بقلم غسان شربل، قال فيه: المشهد السوري مخيف، لعله الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية، مئات آلاف الضحايا، ملايين اللاجئين والنازحين، قسوة غير مسبوقة، براميل متفجرة ومدن مطحونة ومجازر لا يمكن إحصاؤها، عمليات انتحارية، رؤوس مقطوعة، أنهار من الحقد والدم والثأر، قتل بلا هوادة لا يستثني امرأة أو طفلا أو سجينا، أرض مستباحة ومتطوعون من الجانبين يزيدون المذبحة اشتعالا. أصيبت سوريا إصابات فادحة، النظام الذي كان قويا انكمش وتقلصت سلطته على أراضيه، الجيش الذي طور ترسانته بحثا عن توازن مع العدو الإسرائيلي يسكب الآن نيرانه على أهداف داخل الأراضي السورية، لم يستطع مواجهة العاصفة منفردا، يقاتل حاليا مدعوما بالميليشيات الوافدة من لبنان والعراق وإيران، الحزب الحاكم قتل في بداية الأحداث، استطاع النظام البقاء على جزء من سوريا لكنه لا يبدو قادرا على استعادة سلطته على كل سوريا، أو غير قادر على دفع الأثمان البشرية الباهظة لعملية من هذا النوع. المعارضة السورية أصيبت هي الأخرى إصابات فادحة، استدرجها النظام إلى مواجهة مسلحة فخسرت وحدتها وقدرتها على إدارة المعركة. وجه المقاتلون الجوالون الذين تسربوا إلى الأراضي السورية ضربات إلى جيش النظام، لكنهم سرقوا الثورة، فرضوا أسلوبهم المرفوض وبرنامجهم المقلق وممارساتهم المقززة. الطعنات التي وجهتها داعش إلى الانتفاضة كانت أقسى بكثير من تلك التي وجهتها إلى النظام. أثار المتطرفون قلق الدول القريبة والبعيدة بفصل الرؤوس وأعلام القاعدة، شرذموا وتشرذموا، أحبطوا السوريين الذين حلموا بسوريا ديمقراطية تتسع لكل مكوناتها. باراك أوباما أيضاً أصيب في سوريا، أهدى فلاديمير بوتين ملف تدمير السلاح الكيماوي وعراه من صدقيته. اكتشف العالم إدارة خائفة مترددة تفضل الانسحاب استعداداً للربط مع إيران روحاني في المفاوضات النووية. فرانسوا أولاند أيضاً أصيب هو الآخر، وبدت تهديداته من قماشة تهديدات سلطان إسطنبول. ثم من يعتقد أن روسيا أصيبت هي الأخرى وإن بدت منتصرة. محور الممانعة أصيب هو الآخر على رغم نجاحه في إبقاء النظام حياً. سبحت حماس في اتجاه قطر وغزة فخسر المحور حلقته السنية الوحيدة. خاض المحور في نزاع لا يمكن إنكار طابعه المذهبي. فقد الكلام عن الممانعة وقعه، خصوصا بعدما بدأ أن إيران تحلم بأن تكون الشريك الأكبر للشيطان الأكبر. حزب الله أصيب بشدة، ليس فقط بسبب الجثامين العائدة من القصير أو القلمون، بل أيضا لأن صورته أصيبت في لبنان وعلى امتداد العالمين العربي والإسلامي. كل دول الإقليم أصيبت في سوريا، أصيب حلفاء النظام وأصيب خصومه. وختم الكاتب بالقول: لائحة المصابين طويلة، ولا شيء يوحي أن جنيف 2 قادر على توفير الضمانات أو توزيع الضمادات. لا يستطيع المتحاربون الفعليون في سوريا قبول التسوية، كل تسوية تعني قدرا من الخسارة. العجز عن الحسم والعجز عن التسوية يهددان بما هو أدهى من الصوملة التي يكرر الأخضر الإبراهيمي التحذير منها. لا بد من الالتفات إلى أن عدد المصابين في الصومال لا يعتبر شيئاً إذا قيس بعدد المصابين في سوريا من أفراد وسياسات ودول. أما موقع العربية نت فقد نشر مقالاً لعبد العزيز السويد تحت عنوان أحياناً البراميل المتفجرة مبيد حشري، قال فيه: لا يزال صوت دريد لحام عالقاً في الذاكرة وهو يردد مع أفراد فرقته ساخرين من نشرات الأخبار العربية،
قصفت طائرات عدو جنوب لبنان فاستنكر. نسيت البقية. ثم يؤدي الجميع بحماسة الدبكة. تغيرت الطائرات وتغيرت مواقع القصف، ولا يزال الضحايا عربا. لا أعلم هل البرامير المتفجرة اختراع إيراني أم روسي؟ هو لا شك يسجل كمبيد بشري وحشي لا يرتفع صوت لتجريمه. الواقع المؤلم الذي لا يمكن لكلمات مهما كانت بليغة وصفه أن الشعب السوري وقع بين فكي كماشة متوحشة. كل الأسلحة مسموح بها أو لا يمانع من استخدامها ما دام الضحايا سوريين. كان تغافل المجتمع الدولي عن استخدام الطائرات الحربية لقصف المدن والبلدات رسالة واضحة بالعودة إلى ما حدث في العراق بعد تحرير الكويت. منع صدام من استخدام الطائرات وحدد السماح للطيران بخطوط طول وعرض بمراقبة غربية دولية. هذا لم يحدث في الحرب السورية. كان الأمل بأن يكون الطريق الزمني إلى الجنيفات جنيف واحد وجنيف اثنين من محفزات إحلال السلام، أقلها إيقاف القتل الجماعي الممنهج، الترويع والتهجير والخطف والابتزاز. بدلا من ذلك تحول إلى مهلة يجري استغلالها، محفز أحمر للإبادة والفظاعات الوحشية. تبخرت أمامه كل الخطوط الحمر الأردوغانية والأوبامية. لا يعني الغرب ما يحدث في سوريا ما دام محصورا في حدودها وضحاياه شعبها. الأطراف الغربية توزعت الأدوار، ويبدو صوت فرنسا الأكثر تشددا، لا ينسى أنه أيضا الأسرع انقلابا. الحدود مع الدولة الصهيونية كانت ولا تزال في أفضل حالاتها، والإشارات الغربية إلى أن نظام الأسد أقل الخيارات سوءا لم تضع أدنى الاعتبارات لمن بقي حيا من القصف ولمن هجر في المخيمات بعيدا عن وطنه. وهل يعود مع تغيير هويات أسرعت دمشق لوضعها أمرا واقعا؟ أليس هناك خيار آخر ثالث للسوريين؟ هل تعبر الأطراف المتصارعة بكل ألوانها المعجونة بالدم عن السوريين؟ الكتلة الصامتة المسالمة حقيقة التعبير؟ هذه أسئلة لا تطرح. وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول التي تطرقت في تقرير لها اليوم عن التطورات الداخلية من وجهة نظر الإعلام التركي، جاء فيه: حازت قضية اعتقال النيابة العامة في ولاية اسطنبول عددا من المشتبهين، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال مشهورين وحاكم مصرف حكومي ورئيس إحدى بلديات اسطنبول الهامة، بحجة الضلوع في عمليات فساد في ولايتي اسطنبول وأنقرة على اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام التركية. إبراهيم قرقول رئيس تحرير صحيفة يني شفق أوضح أن العملية هي بمثابة إعلان حرب على البلاد، مشيرا إلى أهمية توقيت العملية وما يقف خلف ذلك من معان، مؤكدا أن الأيام القادمة حبلى بالكثير من الأحداث التي ستتكشف ملابساتها، خاصة وأن الصورة بدأت تتضح يوما بعد يوم، والشعب بدأ يرى اتساع رقعة اللعبة وبقية عناصرها التي تحاول استغلال عناصر الضمير والقيم الاجتماعية لتكون بمثابة التفاف على الحقيقة لتحقيق مشاريع أخرى، خاصة وأن تاريخ السياسة التركية يذخر بأمثلة متنوعة للانقلابات التي تهدف للإطاحة بالحكومات الشرعية. من ناحيته أضاف مصطفى قرة علي أغلو مدير مجموعة ستار الإعلامية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعرض لمحاولات إقصاء عديدة حتى قبل أن يصل إلى السلطة، وأن هدف الواقفين خلف المحاولات الرامية لتحقيق انقلاب على الحكومة هو إقصاء أردوغان عن الحكم بأي ثمن كان. إلا أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية تمكنوا دائما من المحافظة على زمام المبادرة وإجهاض المحاولات التي دأب الإنقلابيون ومن يقفون خلفهم على افتعالها، مشيرا أن العملية الحالية تعتبر سابقة من نوعها في درجة الوقاحة والجرأة، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى تلطيخ سمعة جماعة فتح الله غولن في تركيا والعالم وإصابة أنصارها بخيبة أمل جراء تلك الخطوة الرخيصة. وشدد عبد الرحمن ديليباك رئيس تحرير صحيفة وقت في مقال نشره اليوم
أن جهات لا يروق لها التقدم الاقتصادي والاستقرار الذي حققته حكومة حزب العدالة والتنمية هي التي تقف خلف تلك العملية، مستغربا الفائدة من وضع بنك خلق هدفا للنبالة، خاصة وأن البنك المذكور يعتبر أهم الحلقات التي تعمل من أجل التقليل من حجم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وتطرق الكاتب التركي أردن زينتورك في مقال نشره اليوم بصحيفة ستار التركية إلى قضية انزعاج القوى العالمية من القيود التي بدأت تتكسر والإيرادات الوطنية لدول منطقة الشرق الأوسط التي بدأت تتحرر، وإن التطورات التي تشهدها المنطقة لا تستهدف تركيا وحدها، إنما تركيا هي المدخل لتقويض دعائم بقية الشعوب. وأضاف زينتورك إن الغرب لا ينظر إلى أردوغان على أنه الزعيم المفضل في المنطقة لأنه لم ينتهج مسيرة السيسي أو الأسد اللذين لا يستندان في شرعية حكمهما إلى حاضنة أو قاعدة شعبية، ومستعدان لتقديم الغالي والنفيس من أجل رضا الغرب واستمرار حكمهما بأي ثمن. فالغرب لا يحب الأنظمة التي تستند إلى حاضنة شعبية قادرة على إجراء المناورات السياسية وإيقاف المؤامرات التي تحاك تجاه المنطقة. وختم الكاتب أنه ليس بوسع أحد استغلال موضوع ملف الفساد لأن القضاء سيقول كلمته الفصل في ذلك الملف، كما أن حالة الهجوم والبروباغندا الإعلامية التي تشن على أردوغان لم تعد مسألة متعلقة بحزب بحد ذاته، بل هي مسألة متعلقة بجميع الأحزاب الفاعلة التركية على الساحة السياسية، مشدداً أن الشريحة الكردية المساندة لحزب السلام والديمقراطية في المجتمع التركي فهمت اللعبة واختارت مكانها داخل الصف. فيما لم تتخذ القوى التي تصنف نفسها بالقومية أو الليبرالية الموقف نفسه، ولم تتهم الولايات المتحدة كما جرت العادة عليه بالمؤامرات الهادفة إلى نشر الإمبريالية وما إلى ذلك من الاتهامات التي كنا نسمعها منهم حيال أصغر الأحداث السياسية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.